السلام عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير نتوما ووليداتكم. ان شاء الله كنتمنى تقضيوا وقت زوين ودي مومون زوينين ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله انا دابا راه ساليت في الحقيقه، غنرجع معكم باللور شنو درت اليوم. درت بزاف د الحوايج، بزاف ديال سميتو مهم. ما كنساليش انا، ما كنساليش البنات. دونك بزاف الحوايج درتهم، بغيت نبارطاجيهم معكم. درت لي لازان لوليداتي، درت الكيك، درت الكيك اللي وعدتكم كيما وعدتكم البارح درتو ديال التفاح، درت الكريسات وقتهم. المهم عجين وحده ذوقتها بزاف، ديال كاين الشوكولا، شوكولا نواغ، المهم تتشوفوا معايا. درت شلاضه ديال الرز لوليداتي، المهم الغداء ديال وليداتي والكيكه باش وعدتكم، وزدت الكريسات. هادشي اللي كاين البنات. المهم نهار ديال الحداقه وديال جري جري، هادشي اللي كاين. دونك سجلت لكم الروتين ديالي باش نشجعكم، باش تعرفوا بان راه كلشي واقف، كلشي كيخدم، كلشي كيدير. ما تقولوش غير بوحديتكم، مي كتشوفوا شي روتين بحال هكذا راه كيشجعكم على الخدمه وصافي. دونك انا دابا طلعت باش ندير نخدم لا فيديو ديالي، وسجلت لكم هذه المقدمه، وكان بغيت نقول لكم شكرا 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 لكم للدعم ديالكم، وشكرا على الكلمات الطيبه. انتم كذلك، انا ماشي انا اللي كنشجعكم، حتى انتم كتشجعوني. ملي كنسمع كلمات زوينه وانسان كيقول كلمات زوينه في حقك، كيخليك ديما واخا كتعيا واخا كدير كتقول لا غادي نوض ونسجل وندير، هاد الناس كيستاهلوا. هلي خديكم عليا، دونك بقاو معايا ورجعوا معايا اللور باش تشوفوا شنو درت هذا النهار. اول حاجه درتها عجنت الخبز وخليته خمر المره الاولى، عاود المره الثانيه قرصته وخليته خمر المره الثانيه. دونك البنات غندوزو باش نعجنوا لي بغيوش ديالي. غادي ندير كيلو ديال الطحين، ولكن هنا في التاهو ميكس ما يمكنش ليا ندير الطحين هو الاول، غادي ندير الحليب باش غنجمعو. غادي نعبر، غندير واحد ربعه ديال الحليب 250 مليلتر تقريبا دافي، وغندير كيلو ديال الدقيق الكامل. هذاك راه عجنت فيه، ما بغاش نعاود نغسلو، ماشي مشكل. كيلو ديال الدقيق الكامل مغربل، حيت هذا الزرع اللي كنشريه كنشريه ماشي مطحون مزيان، يعني فيه كلشي ولكن طحون. دونك عندي هنايا كيلو، نص كاس ديال الزيت، غندير معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، رشة ديال الملحة، نيشه وحده ديال الفاني، وخميره وحده ديال الحلوى. كنظن انني درت كلشي صافي، غادي نديرو يتعجن، وعاد ديك الساعات غنزيد الحليب شويه بشويه. دونك انا دابا هنايا زدت 250 مليلتر صافي، غنعاود نعجن. غنزيد كاس ديال سنيده، وسنيده على حسب الذوق. غنزيد عاوتاني واحد 100 غرام دابا حنا وصلنا ل 600 مليلتر ديال الحليب. دابا غنزيد واحد تقريبا واحد 50، بانت ليا باقا واحد شويه، 50 مليلتر.
دابا غنبقى نزيد الزبده شويه بشويه. عندنا تقريبا واحد 50 غرام زبده حيوانيه، كل شويه غنزيد الطريف تكون بدرجه حراره المطبخ. غنبقى نزيدها بشويه بشويه. هنا نقيت القزبر مدنوس، هنا الكرافس، وهنا النعناع. دونك البنات خذوا معايا لا غوسيت، فيها كيلو ديال الطحين القمح الكامل، اللي بغى يدير الطحين فورس يديرو. فيها خميره وحده، فيها معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، رشه ديال الملحه، 700 مليلتر ديال الحليب دافي، وفيها نص كاس ديال الزيت، وفيها 50 غرام ديال الزبده اللي كديروها. راه وريتكم كيفاش كديروها. صافي هادشي اللي كاين، ملحه وكاس سنيده. يلا البنات قيدوا معايا هادشي اللي كاين البنات. صافي كتعجنوها، دابا غنخليها حتى تخمر وعاد نعاود نديرها كريصات، ديك الساعه ندوز نشكلها. دونك خليكم معايا. وكيف ما وعدتكم البنات، غنصاوب معكم هذاك الكيك اللي قلت لكم ديال التفاح اللي كيجي ساهل. دونك عندنا هنايا جوج بيضات، عندي هنا واحد جوج تفاحات نقيتهم ودرتهم على هذا الشكل شرائح، عندي جوج خميرات، عندي واحد فاني اللي عندكم السائل يمكن لكم تستعملوه، عندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الطحين، وكاس ديال سنيده. الطحين عاوتاني على حسب النوعيه ديال الطحين وعلى حسب البيضه واش كبيره ولا صغيره. دونك غنمروا لطريقه التحضير. دونك على بركه الله غادي ناخذوا الفاني، غناخذوا السكر ديالنا وغنطربو مزيان. كنديرو الطحين، وكنديرو الخميرة. دونك كتكون على هذا القوام. غادي ناخذوا بالنسبه للمول البنات، يمكن لكم ديروا هذاك المول من الاحسن، هي من الاحسن ديروا هذاك المول اللي كيتحل من الجنب. علاش؟ حيت ما غنستف التفاح مي غنبغي نحيدو، غنحيد هذاك من الجنب وغادي نقلب الكاك ديالي. انا دابا نسيت في الحقيقه ودهنت هذا المول وما بغيتش نضيع هذا الشيء، قلت صافي سي با غاف لاننا انا غادي نقطعو وغادي نقلبها وغنوريكم، يعني ما عنديش مشكل. غير بالنسبه لكم نتوما ديروا المول اللي كيتحيد من الجنب. دونك غناخذ التفاح وغادي نستفو.
وغادي نكبو الخليط ديالنا. صافي الفران عندي سخون لانني طيبت فيه الخبز، ولكن نقصت من الحراره، رجعتها 180 درجه فرفاره توجور باش تنفخ لكم الكيك. صافي غنديرها تقريبا واحد ثلث ساعه ونبدا نراقبها مع المراقبه. دونك البنات من بعد ما خمرات الخميره دابا غنعاود نعجنوا الاولى وغندوز غادي نكور كويرات صغار باش يخمر الخميره الثانيه. دونك البنات كما كتشوفوا معايا هذا المقدار هو اللي خرج ليا جوج طاوات تقريبا، ولكن انا راه درتهم صغيورين لان مازال غادي يخمروا. دابا ان شاء الله هنا درت هنا بحال كويميرات صغيورين، دابا ان شاء الله غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا على خاطرهم، عاد ديك الساعات ندوز ندهنهم كل وحده غندير لها شكيل. دونك خليكم معايا البنات. دونك البنات غندوز باش نحضر لاصوص طوماط ديالي. غادي نطحن عندي مطيشه، عندي الثوم وعندي البصله، درت ثلاثه د مطيشات وبصله وحده وربعه ديال الصوص ديال الثومه. غنزيد واحد شويه الماء وغنطحنها. دونك البنات غندوزو نصاوبو لاصوص بيشاميل في الترموميكس. عندي هنايا 40 غرام ديال الزبده، غنزيدو 40 غرام ديال فارين دو بلي مايس، غادي نديرو 500 غرام ديال الحليب ولا 500 مليلتر ديال الحليب، بالنسبه للناس اللي عندهم ترموميكس راه كاينه في لاكلي. نزيدو شويه الملح، نزيدو شويه ديال البزار، نزيدو شويه ديال موسكاد سميتها، مشات لي السميه، شويه ديال مشات ليا، المهم راكم عرفتوها ميسكال نتفكرها راه كتبها لي مونتاج. ديما كتمشي ليا هاد السميه. بعد انا راه متبعه لا غوسيط ديال الترموميكس، وانا غادي نزيد حيت كندير فيها الثومه، هذه هي ما فيهاش الثومه، انا كنزيد الثومه حيت كتعجبني، وكنزيد الفرماج، الفرماج من بعد غنزيدو. صافي هنا عندي 7 دقائق 90 درجه، هذه 4 5 5 لا 4 فيتيس 4. دونك البنات قبيله حيت في الحقيقه ما كانش عاقده وزدت فيها واحد 4 دقائق، ولكن دابا غنعاود نزيد شويه، بانت ليا باقا لا ماشي هي هذيك لا غوسيط، دونك تبعت لا غوسيط ديالهم، غادي نزيد واحد تقريبا واحد المعلقه
وهنعاود شويه لانه خزت الوقت سنا با مارشي. المهم شويه غادي نزيد فيها دابا الفرماج. هي راه ما كايناش في لاغوسيط ولكن انا كنديرها في الفرماج، كتجي زوينه كتجي بنينه. الفرماج والثومه ما كاينينش في لاغوسيط. وما تخافوش البنات تقولوا راه الداخل ناشفه، لا راه ما غاتجيش ناشفه، راه مي غطيب غادا تطلق شي غيطلق ويفزق هذيك لاباط وغتفزق كامله. ها نتوما غتشوفوها مي غطيب. دونك غندخلها الفران على 250 درجه عندي واحد 20 حتى 25 دقيقه. دونك البنات غادي نحاول نجرب معكم واحد لا مايونيز شفتها في اليوتيوب ديال الحليب. انا اول مره غادي نستعملها نشوف واش غتصدق ليا ولا لا. دونك غادي ندير شويه الحليب كنديرو حتى هي وكنبقى نديرو الزيت بشويه بشويه. غندير الملحه. انا بالنسبه للغوسيط اللي شفتها راه ما فيهاش شكوا ما فيهاش سميتو ثومه، والله ما عقلت. المهم انا كندير الثومه ديما فيها لان كما كتبنن شويه ديال الابزار صافي غنخدمها.
دونك البنات كما شفتوا كتهز الزيت بزاف، ودابا من دقتها كتبنني هذاك المذاق ديال الزيت. الحقيقه هي زوينه بنينه، ولكن لا ما عجبتنيش على الاخرى، احسن من اللي كندير ديال البيض. دونك المهم ليسونسييل كو صدقات بعد ما زدت الفرماج. ها انتم كتشوفوا الخطوريه ديالها، بوتيتر الا بقيت كنخدمها بزاف غادي تقل، ولكن انا بالعكس انا باغاها هكا شويه خفيفه. دونك دابا غندوز باش ندير المونتاج ديال الروز ديالي. الصغيره ستيوته كتجي حلوه، اللي بغا يديرهم كبار يديرهم كبار، جو بريفير هكا. حتى الا كلاوها الوليدات مثلا الوليدات الصغار، اللي عندكم الوليدات صغار ولا شي حاجه يعني كافيهم، ما يبقاش يعضوا يحطوا، ما تجيهمش كبيره. ولا باغي ياخذ جوج ياخذ جوج، اللي باغي ياخذ ثلاثه ياخذ ثلاثه. دونك انا هذه هي ليدي ديالي، ومازال غيتنفخوا. هنا عندي البيض بالخل باش نحيدو داك الزفوريه ديال الخل ديال البيض. هنا غادي ندير اللوز افيلي. دونك البنات غندوز باش نخلط الروز ديالي. هنا عندي الطون، هنا عندي المايس مغسول مصفي. الا عندكم شاركوتري ديروها، اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. وغادي نزيد لا مايونيز ديالي. دونك البنات هادو هما الاطباق ديالي لي لازان كما كتشوفوا. انا ديجا قطعت لكم هي كما كتشوفوا من الداخل، ها هو.
هو طريف كتقول لي ديما قطعي هنا. هنا طبق ديال الروز قدمته على هذا الشكل. المهم الا بغيتي تزينوه نتوما بالخيار ولا شي حاجه مثلا فيرت وديروا هذا. المهم انا ما بقاش لي الوقت باش نزوق. هنا الكيك حتى هو قطعت معكم طريف وكيفاش كتشوفوا كيجي غزال وهشيش وبنين. قلبتو فينالمون البنات. هنا الكريسات، بالنسبه للكريسات البنات ديال الزرع راه ما كيتنفخوش بحال ديال الفورس. الفورس كيتنفخو كيكبروا اكثر، الزرع ما كيتنفخوش اكثر. ومازال عندي ماشي هادشي اللي خرج ليا، مازال شي حبات باقيين في الطاوه. صافي عمرت الطبسيل غير باش تشوفوا كي جاوا. وهادو الطواولين اللي درت، وهذيك الصغيوره ديال شهيده. دونك البنات كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد الاطباق. بيان سور راه ماشي هادشي غادي ناكلو، ها غداتنا انا وليداتي دابا غير باش نصور لكم غادي نحيد هادشي. هذا الكوتي والصباح والفطور. كنتمنى هاد الاطباق تكونوا استفدتوا معايا. الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بهم في القناه ديالي. ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش بارطاجيو، ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني وهلا يخطيكم عليا. وميرسي بوكو على لي كومونتير زوينه بحالكم. اي ا لا بروشين فيديو. السلام عليكم.